لو عايز تغير لون التيشيرت من الابيض للاسود او العكس ولسه بتستخدم الطريقه دي، فانت فايتك كتير جدا. فكك من الطريقه دي وتعالى معايا الاختراع الاحسن. تعال. اول حاجه بالكويك سيلكشن تول هنبدا نعمل سيلكشن على التيشيرت بالشكل ده. بعد كده هنعمل زوم ان ونبدا نحدد الاماكن اللي ما اتحددتش بنفس الطريقه دي بالظبط. وبعد ما خلصنا تحديد كل الاماكن اللي لسه ما اتحددتش، بعد كده هنيجي نفتح قائمه ليرز ونفتح القائمه دي ومنها نختار الليفلز. هنفتح معانا القائمه دي، اول حاجه هنفعل الاداه دي، وبعد كده نبدا نزود تركيز اللون الاسود بنفس الطريقه دي بالظبط لغايه ما نوصل للدرجه اللي احنا عايزينها. كده نقفل القائمه وبكده نكون غيرنا لون التيشيرت بكل سهوله وبس كده. دي النتيجه النهائيه.